السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد. اليوم درسنا راح يكون عن الدو وايل لوب. اوكي، تكلمنا في الدرس اللي قبله عن الوايل لوب اللي هي نوع من انواع حلقات التكرار في البرمجة. اوكي، اليوم بنتكلم عن الدو وايل لوب، نشوف ايش الفرق بينهم. نفتح ملف التجربة، عندنا المحاكاة، طبعا نفس الدائرة لو تلاحظون من الدرس السابق نفسه. اوكي، نفتح الكود، اوكي، نجي ل التكست دوكيمنت هنا، نسوي المثال الاول. طبعا تذكرون المثال الاول اللي استخدمنا فيه الوايل وايل لوب، كان كيف نشغل مثلا، كيف نشغل الليد اللي هو في البي صفر 5 مرات. اوكي، هذا الفيديو اللي قبله شرحنا كيف اول مثال كان كيف نشغل الليد اللي هو بي صفر موصول بي صفر 5 مرات. اوكي، طبعا هنا نفسها بس الاختلاف بيكون في الحلقة. اوكي، بنستخدم الحلقة اللي هي دو وايل. اوكي، هذه حلقة التكرار، نسوي كوبي. طبعا نفس الكود بس في اضافات قليله. اوكي، نجي هنا عندنا في البدايه نلاحظ ان عرفنا الكاونتر، طبعا هنا عندنا الكاونتر، عندنا الكاونتر يبدا بصفر، عندنا هنا iteration number. اوكي، هنا عدد التكرار، طبعا هنا حطيت متغير عشان نعرف فوائد المتغيرات. نستخدم متغير نخزن فيه قيمة الرقم المطلوب لعدد التكرار. اوكي، بدل ما نكتبه هنا نغير بس هنا. اوكي، فهذه فائدة المتغيرات، انك تغير من مكان واحد. اوكي، مثلا نسند قيمة لهنا، فنفس هذه نفس المتغير اللي هنا راح يتغير تلقائيا. اوكي، اوكي، عندنا هنا الكونفجريشن فانكشن، هذه دالة التعريف، اول ما يدخل المايكرو كنترولر للمين فانكشن راح يجي config function اللي هذه يستدعي التعريف. اوكي، بعدين بيجي يدخل للدو وايل، هذه طبعا لاحظ انها تختلف عن الوايل لوب. اوكي، خلينا نكتب صيغه الوايل لوب هنا عشان نشرحها، نشوف الفرق بينهم. هذه الوايل، هذه صيغتها. اوكي، قلنا في الوايل لوب نكتب هنا اول شيء الشرط، هنا الشرط كم مره نبي ما بداخل هذا القوسين يتنفذ. اوكي، وبعدين قلنا من المهم ان نزيد الكاونتر. اوكي، نزيد الكاونتر لازم. اوكي، عشان يزيده بعدين يرجع يتاكد وينفذ ثاني مره حتى يتم الشرط اللي هنا، بعدين يطلع من الوايل لوب. اوكي، اما في الدو لوب نلاحظ ما في شرط في البدايه، لاحظ ان في الدو ما في شرط في البدايه. اوكي، يعني هذا وش يعلمنا؟ يعلمنا ان عندنا اول ما يجي البرنامج هنا يشتغل المتحكم، بيجي في الكونفيج فانكشن، بعدين ما بيلاقي هنا شرط، بيلاقي الدوال. اوكي، بس ما حيلاقي فيها شرط، فوش بيسوي؟ بيدخل اجباري. اوكي، اجباري بيدخل هنا بيشغل الليد، ينتظر ويطفيه وينتظر ويزيد الكاونتر. بعد ما يزيد الكاونتر بينزل هنا، تلاحظون هنا في نهايه الدو عندنا الوايل. اوكي، طبعا هذه الوايل تختلف عن هذا. اوكي، هذه الشرط تعتبر في النهايه، حطيناها في النهايه لان الشرط مرتبطة مع الدو وايل. اوكي، عشان كذا سميناها دو وايل. اوكي، مرتبطة مع الدو. اوكي، فاول ما يجي هنا البرنامج ما بيلاقي شرط بيدخل. اوكي، بيدخل على الاقل مرة واحدة. اوكي، عشان يشوف الشرط. اوكي، بيدخل هنا بينفذ الامر هذا. اوكي، بعدين بيزيد الكاونتر، اذا زاد الكاونتر بينزل هنا في النهاية بيلاحظ موجود الوايل حقنا اللي موجود فيها الشرط. اوكي، حطينا هنا لو تلاحظون هنا حطينا سيمي كولون. اوكي، هذه نهاية الأمر. اوكي، يعني إذا تحقق هذا الشرط خلاص ما عاد ينفذ هذا، تحقق هذا الشرط. اوكي، طبعا الشرط، طبعا هذا الفرق، فرق بسيط جدا بين الوايل والدو وايل. اوكي، أن الوايل لوب يكون الشرط في البداية والدو وايل يكون الشرط في النهاية، بس هذا هو الفرق. اوكي، إذا كنت تبي مثلا أمر تكرار،
اول شيء تتحقق من الشرط فيفضل استخدام الوايل. اوكي، اما اذا كنت تبغى تدخل في البرنامج يعني حتى بدون شرط تدخل البرنامج، على الاقل مره واحده تدخل وبعدين تاكد من الشرط، فطبعا بعد البرامج تتطلب هذا الشيء. اوكي، على حسب. اوكي، تستخدم الدو وايل. اوكي، يكون الشرط هنا في النهايه. اوكي، طبعا هنا نلاحظ انه بيدخل بيزيد الكاونتر، بعدين بيلاقي الشرط حطيناه كاونتر اقل من اتريشن نمبر. اتريشن نمبر لو تلاحظون موجود هنا اللي شرحناه قبل شوي، هذا متغير اللي يكون فيه عدد التكرار. اوكي، نحط هنا كومنت number of iterations، هنا عدد التكرار. اوكي، هنا عدد التكرار، يعني كل ما تشوف هذا المتغير مسنود له قيمة اعرف ان هذا هو عدد التكرار. اوكي، فقلنا هنا بيجي ما بيلاقي شرط، بيدخل بيشغل الليد بينتظر يطفيه وينتظر ويزيد الكاونتر. اوكي، الحين من بيكون الكاونتر عندنا من صفر، طبعا بدا هنا صفر عندنا الكاونتر، اكيد من صفر بيزيد واحد. اوكي، بعد ما دخلنا هنا بيكون صفر. اوكي، بيكون واحد عفوا، في البدايه طبعا بيكون صفر، بيدخل هنا بيشغل كل شيء، بينفذ هذا الامر، بينفذ هذا الامر، بعدين بيجي الكاونتر بيزيد بيكون واحد، يكون واحد، ينزل هنا في النهايه يلاقي ان الشرط لسه ما وصلنا للاتريشن نمبر اللي هو حددناه خمسه، يرجع ثاني مره، يروح بيدخل ثاني مره هنا، طبعا ما بيلاقي شيء، بيدخل دائما. اوكي، ويزيد ويشوف الشرط، يدخل يزيد يشوف الشرط، في النهايه اذا وصل الريكوايرد نمبر اللي هو القيمه المطلوبه على التكرار، وش بيسوي؟ بيطلع. اوكي، يوقف البرنامج. اوكي، نفس الوايل لوب بس الشرط يكون في النهايه. اوكي، نسوي ران. نتأكد ان الدو وايل هذا الكود. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. اوكي، طبعا اول كنا نغير رقم في الشرط. اوكي، فنغير الحين منه، نحط مثلا، نحط ثمانية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. أوكي، هذه فكرة البرنامج، سهل جدا. أوكي، بس لابد أن نعرف أن الفرق بين الوايل لوب والدو وايل، أن الوايل في البداية يكون الشرط، يعني مستحيل يدخل لينفذ الحلقة إذا ما تحقق الشرط. أوكي، أما عندنا الدو وايل يكون الشرط في النهاية، يعني انه بيدخل على الأقل مرة واحدة يدخل. اوكي، عشان يزيد الكاونتر، مثلا لو حطينا هنا الريكوايرد نمبر، مثلا إذا حطينا عدد تكرار واحد، في البداية بيدخل، في البداية بيدخل بعدين بيزيد بواحد. اوكي، بيزيد بواحد بعدين بينزل هنا. اوكي، بيلاقي واحد، واحد أقل من اثنين، إذا احنا مثلا حطينا هنا اثنين بيلاقي واحد، واحد أقل من اثنين. اوكي، بينفذ ثاني مره، يعني بينفذ مرتين. اوكي، فهي الفكره وشو؟ ان هذا الدوال بينفذ كذا ولا كذا، حينفذ ليه؟ لان اصلا ما في شرط، بينفذ. اوكي، بعدين يزيد الكاونتر ويشوف الشرط. اوكي، كل ما يدخل يزيد الكاونتر بعدين يشوف الشرط. اوكي، طبعا في الاغلب تستخدم الوايل لوب او الفور لوب. اوكي، لان الدوال زي ما شرحنا ان كذا ولا كذا بينفذ الامر اللي موجود هنا. اوكي، يعني حتى مثلا لو ان حطينا هذا الصفر وحطينا هنا مثلا صفر، ما بيتحقق الشرط، لان اذا حطينا صفر ما بيتحقق الشرط، بس كذا ولا كذا راح يشتغل الليد. اوكي، بنلاحظ انه يشتغل الليد. اوكي، ليه؟ لانه ما في بالبداية اصلا شرط. اوكي، هذا المثال الاول. نشوف المثال الثاني. طبعا الدائرة بتكون نفسها.
هذا example 2. طبعا هذا نفس المثال الثاني اللي في الدرس السابق، طبعا كله نفسه بس التغيير في الدول. اوكي، نيجي في البداية هنا عندنا الكونفيج فانكشن دالة التهيئة، تعرف اوكي، هذا شرحناه المثال اللي قبله. الكاونتر عندنا، وهنا عندنا الرقم المطلوب اوكي الى اي عد. اوكي، نحط هنا كومنت اوكي عدد تكرار. هنا عندنا في البداية الدو، في النهاية الشرط حق الدو. وش الشرط حق الدو؟ إذا كان الكاونتر أقل من، إذا كان الكاونتر يعني الكاونتر ينفذ ما بداخل هذه، إذا كان الكاونتر أقل من العدد المطلوب. أوكي، كم العدد المطلوب؟ نرجع فوق نشوف، 9، حطينا 9 أوكي، يعني الكاونتر بيزيد من 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 أقل من 9 أوكي. اقل من iteration number اللي نحن اسندناه فوق التسعه، فبعدها يوقف اوكي. بس في البدايه قلنا انه بيدخل، حتى لو ما حتى لو هنا الشرط خطا برضه بيدخل على الاقل مره واحده اوكي، بعدين لان الشرط موجود تحت. فهذه فكره المثال الثاني. طبعا نشرح ما بداخل الدو وايل اوكي. عندنا هنا نطلع قيمه الكاونتر الحاليه في البورت بي اوكي. طبعا هنا عندنا الاف كاونتر يساوي iteration number اوكي، يعني اذا قيمة الكاونتر وصل للرقم المطلوب طف اللد اوكي. طبعا هذا في البداية نحط كومنت، نفس الاف ستيتمنت حق المثال الثاني في الفيديو اللي قبله اوكي، يطفي اللدات في النهاية، لان بنحس ان اللدات، بنشوف بعد شوية المثال بتكون اللدات شغالة اوكي. طبعا اوكي، هنا عندنا اول شيء وش قلنا جوة الدو، نحط قيمة الكاونتر نرسل البورت بي عشان يشغل اللدات، وعندنا هنا نزيد الكاونتر بواحد اوكي. طبعا هذا نفس هذا، هنا مكرر الاف، نحذف واحدة منها اوكي، نحذف اللي فوق اوكي. نجي هنا اوكي، نجي هنا، هنا عندنا قلنا الدو وايل، وهنا الشرط طبعا في النهاية اوكي. عندنا هنا في البداية نرسل قيمة الكاونتر الحالية في بورت بي، هنا عندنا يزيد الكاونتر بواحد، هنا عندنا الاف ستيتمنت نشرحها بعدين اوكي. هنا عندنا الديلي اوكي، بعدين بيجي الشرط بيشوف هذا الشرط قلنا الدو وايل اوكي. اوكي، خلينا نجرب المثال، حطينا اقل من 9 اوكي، يعني 8، 1 2 3 4 5 6 7 8 على 8 اوكي. طبعا لو تلاحظون البرنامج اللي هنا مو البرنامج اللي اشتغل في المحاكاة، طبعا اكيد لاحظت الخطأ اوكي، لانه نحن في المثال اللي قبله كنا نشغل اللد الاول اوكي، كنا نشغل اللد الاولاني نشغله اوكي، كنا نشغله لعدة مرات. فهذا البرنامج نحن ما نشغل اللد الاول، بورت بي كامل. لو تلاحظون هنا عندنا البورت بي كامل، يعني البايت كامل، يعني نرسل قيمة الكاونتر ان شاء الله لو تكون صفر او واحد نرسلها للبايت كامل اوكي، يعني لو كانت واحد بيشتغل على الاقل بيشتغل لد واحد في البورت اوكي. فنحن هنا انتبه لهذه الفكرة اوكي، نحن هنا ما قاعد نتعامل مع البورت بي مثلا بورت بي دوت بي صفر، لا ما قاعد نتعامل مع اللد، ما قاعد نتعامل مع بت واحد، نتعامل مع بايت كامل اوكي، يعني 8 بتات اوكي. فوش الخطأ؟ الخطأ ان شغلنا البرنامج بس ما حملنا الهكس اوكي، الهكس كود دبل كليك، طبعا لو تلاحظون بيكون كود 1 كود 1 اوكي، هذا الخطأ. نرجع نتأكد من الكود 2
ايوه هذا الكتر. نشغل الحين، 1 2 وصل لين 8 بسرعة. طبعا نأخر شوي عشان نشوف العد. حطنا هنا 100 ملي ثانية، سريع مرة. حطه 1000 ملي سكند اللي ثانية. اوكي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نلاحظ انه وشو اذا وصل للعد اللي حطيناه يكون الليد شغال. اوكي فهذه فكرة الاف ستيتمنت. اوكي نحن وش نبي؟ نبي انها اول ما يخلص العد تلقائيا يطفي اللدات. اوكي يعني كان السيستم يشتغل، اذا انتهى من الوظيفة المطلوبة يطفي السيستم اوتوماتيكيا. اوكي نيجي هنا نحط اف ستيتمنت، اف الشرطية. اوكي وش نحط الشرط؟ نحط اف كاونتر اذا الكاونتر وصل للعدد المطلوب، يعني اف كاونتر ايكول، نلاحظ هنا 2 ايكول ساين. اوكي لان بنسوي تيست. اوكي اف كاونتر اذا العداد وصل للقيمه المطلوبه اللي احنا حددناها ينتظر شوي ويطفي اللدات كلها، تورن اوف ليدز. اوكي طفاه في النهاية. اوكي نحط عدد اكبر عشان توضح الفكرة. نخلي مثلا نحط مثلا 15 عشان تشتغل لدات اكثر. لاحظ ان 15 بيكون 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1. اوكي عندنا هنا 8 زائد 2 10 مع 4 14 مع 1 15، راح تشتغل لدات الاربعة او الاربع لدات. نروح الكود نحط، طبعا قلنا هنا لان حطينا متغير فما يحتاج نغير هنا وهنا. اوكي فهذه فائدة المتغيرات، حط اسند حط الكاونتر يساوي المتغير اللي نحن بنحدده من فوق. اوكي بعدين التغيير يكون فقط من هنا. نحط مثلا نحن نبي يعد لنا 15 نحط 16. اوكي ليه؟ اذا حطينا 16 لان الشرط عندنا اقل من 16 يعني اللي هو 15. اوكي يعني كأنه قاعد يقول نفذ ما بداخل هذا اللوب حتى اقل من الرقم اللي احنا حطيناه اللي هو حطينا 16. كذا انا تعمدت حطيت اكبر من 15. ليه؟ لان هنا عندنا الكونديشن بيكون less than iteration number اللي هو 16 هنا which is equal to 15. اوكي يساوي 15. نسوي run، نرجع للسيميليشن، نسوي play. الحين كل اللدات شغالة، بينتظر ثانية يطفيها. اوكي طبعا تقدر تكمل العد، طبعا اقصى قيمة قلنا اذا شغل كل اللدات يعني 255. اجمع اي لد شغال، اي لد شغال اجمعه، اجمع قيمته. اوكي هذا اللد شغال مثلا 128، هذا اللد شغال طبعا كم قيمته؟ 128. اوكي ومثلا هذا اللد شغال وهذا اللد ايضا شغال. اوكي يعني عندنا هنا 2 زائد 1 3. اوكي هنا عندنا 128، 128 زائد 2 130. اوكي 130 زائد 1 131. اوكي فهكذا. اوكي هذا هو الباينري سيستم. طبعا هذا المثال الثاني في الدو وايل، طبعا نشرحه بشكل اسرع. عندنا هنا في البداية عندنا المتغيرات، هنا عندنا الكاونتر، وهنا عندنا هنا عدد التكرار، هنا نسند الرقم حق التكرار، عدد التكرار يعني كم مرة نبي اللوب يتنفذ. اوكي وهنا عندنا الكونفيج فانكشن اللي هي دالة التهيئة، تعريف حطيناه هنا في البداية. اوكي بعدين عندنا هنا الدو، هنا الدو هذه بدايتها وهنا النهاية. نلاحظ انه موجود الشرط عندنا هنا في النهاية. اوكي هذا الفرق بينه وبين الوايل، ان الشرط في النهاية. طبعا هنا في البداية اول ما ندخل الدو نرسل قيمة الكاونتر الى بورت بي، increment counter by 1
اوكي زي ده بواحد. وعندنا هنا اف ستيتمنت اللي شفنا فائدته قبل شوي، اذا انتهى السيستم وصل للعد المطلوب يطفي الليد اوتوماتيك هنا. اوكي وهنا عندنا الديلي، هذا الانتظار عشان نشوف الليدات يوم تشتغل الليدات يكون عندنا الديلي بواحد ثاني. اوكي 1000 ملي سكند. وهنا عندنا الشرط. اوكي فهو هذا الفرق، هذا الفرق ان الشرط يكون في النهايه في الدوال. اوكي فهذه فكره المثال الثاني لهذا الدرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.